بسم الله الرحمن الرحيم. اني الاستاذ المساعد دكتور محمد جميل احمد، استاذ ماده الطب الشعبي المرحله الرابعه قسم الانثروبولوجيا والاجتماع في كليه الاداب. نتناول اليوم ماده الطب الشعبي والتعريف بها واهم الايجابيات والسلبيات التي تترتب عليها. الطب الشعبي كما يعلم الجميع كان في فتره من الزمن ينظر إليه كأنه جانب سلبي وفيه أضرار كبيرة على المجتمع، إلى أن بدأت هذه النظرة تتغير بمرور الزمن مع وجود نوع من التحولات في كثير من المجتمعات، ولا سيما حينما عجزت بعض الوسائل الطبية الحديثة عن تقديم العلاجات المناسبة للأفراد، وبالتالي أصبح البحث عن علاجات ممكن أن تحقق أو ممكن أن تساهم في تقديم العلاج المناسب للمجتمعات. وما أهم يمكن أن نركز عليه في هذا الجانب هو كيف استطاع البعض التحول هذا السريع في إيجاد بعض العلاجات المناسبة التي ممكن أن تخدم البشرية، وكما يطلق عليه الآن هو الطب البديل أو الطب التكميلي، الذي بدأت كثير من الدول تمنح الموافقة لوجود هكذا تجمعات أو هكذا صيدليات ممكن أن تقدم العلاجات المناسبة للناس. الطب الشعبي أو كما يطلق عليه الطب التقليدي هو كل الوسائل التي ممكن أن يتبعها المجتمع أو الإنسان لتوفير العلاج المناسب والتغلب على بعض الأمراض أو تقديم الحلول المناسبة التي تنقذ البشرية وتساعد في الشفاء من هذه الأمراض. هناك كثير من الأنواع التي بدأت ممكن أن نحددها في ثلاث أنواع، هي الطب الشعبي الذي يعتمد على الجانب الروحاني، وهذا يمكن أن نشاهده في أكثر من دولة وفي أكثر من مجتمع، يكون فيه العلاج بوسائل مختلفة يحقق الطمأنينة والراحة للإنسان، وممكن أن يتشافى الكثير من الناس من بعض الأمراض، لا سيما الأمراض النفسية وحتى بعض الأمراض البيولوجية التي بدأ الكثير يلجأ إلى هذا الطب الروحاني للشفاء السريع أو القناعة الكاملة بأهمية هذه الوسيلة. الوسيلة الأخرى أو النوع الآخر من الطب الشعبي هو الطب الذي يمكن أن نطلق عليه طب الأعشاب، وهو أيضا أخذ مساحة واسعة في الانتشار في الآونة الأخيرة بعد أن أصبح هذا الطب سائدا في أكثر من دولة، لا سيما الدول التي يطلق عليها النامية، والتي تستعين بشكل كبير في استخدام هذا الطب لأسباب كثيرة سوف أعرج عليها بعد قليل. والطب الآخر وهو أيضا ممكن أن يعني نستعين به في تقديم العلاجات المناسبة هو الوسيلة السحر أو الجوانب الغيبية، الجانب الغيبي أو السحري، وهذا نجده في أكثر من مجتمع، لا سيما المجتمعات القبلية والمجتمعات التقليدية التي لا زالت تؤمن إيمانا راسخا بضرورة الاعتماد على وسائل سحرية وغيبية في كيفية تقديم العلاج اللازم للخلاص من بعض الأمراض التي يعاني منها الأفراد. طبعا هناك تفاصيل كبيرة في هذا الموضوع لا يسع المجال لأن نذكرها، لكن يمكن أن نحدد بعض الأشياء التي يعني يمكن أن تبين أهمية هذه العلاجات في هذه المجتمعات. أولا لأنها ترتبط بثقافة المجتمع، وثقافة المجتمع كلما كانت ثقافة متقدمة ممكن أن ترتقي بالإنسان وتقدم له العلاج المناسب.
وحينما تكون هذه الثقافة نوعا ومتدنية يمكن أن تكون العلاجات في هذه المجتمعات علاجات لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، وبالتالي ترتبط علاقة الثقافة بالصحة وبالمرض ارتباط مباشر لا يمكن العزل بينهما. وهذا ما نلاحظه في كثير من الدول، أن الثقافة تؤدي دورا كبيرا في تحديد نوع المرض، في تحديد حتى الوسائل العلاجية التي يمكن أن يعتمدها كثير من الناس في فهم طبيعة هذا المرض. وهذا ما لا يقوم به إلا المختصين، ولا سيما الأنثروبولوجيين الذين يؤدون دورا كبيرا ومهما في الكشف والتحليل عن أسباب ومشكلات بعض الأمراض، وبالتالي ممكن أن يكون هناك تعاونا واضحا بين المختصين في الطب والمختصين في الأنثروبولوجيا أو العلوم الإنسانية، وما يسهم في الاستعجال أو تقديم العلاجات المناسبة التي ممكن أن تحقق الشفاء لكثير من الأمراض. وأخيرا، بدأ هناك توجه كبير في كل الدول على مستوى العالم في الاستعانة بالمختصين الأنثروبولوجيين الذين يقومون بمهام كبيرة، أولها هو تقديم التقارير الأثنوغرافية التي تمت دراستها لكثير من الشعوب والمجتمعات، وبالتالي ممكن أن نلاحظ تفصيلا كاملا لقيم وعادات وتقاليد هذه المجتمعات التي ترتبط بالجانب الغذائي والجانب الصحي الذي ممكن أن يعني يقدم فائدة كبيرة للجانب الطبي أو المختص في الجانب الطبي. وأيضا الجانب المهم الذي يمكن أن أؤكد عليه في هذا الجانب، التعاون الواضح لدى المختصين في مجال الأنثروبولوجيا هو المحاضرين الذين يقومون بأداء دور كبير في توضيح أهمية بعض الأمراض وخطورتها على المجتمع، أو كيفية تقديم العلاجات المناسبة لبعض المجتمعات التي درست من قبل المختصين في الأنثروبولوجيا. والنقطة الأخيرة في هذا المجال هو ما تساهم به بعض المنظمات في إعطاء دور كبير للمختصين في الأنثروبولوجيا في دراسة مجتمعات معينة لتقديم لها المساعدات الطبية، وبالتالي تستعين هذه المنظمات في المختصين في الأنثروبولوجيا لتوضيح أو تقديم تقرير معين لمساعدة المختصين في هذه المنظمات الدولية عن هذه الجماعات وطريقة قيمهم وعاداتهم وكل الطرائق التي ممكن يستعان بها في فهم هذه المجتمعات. وبالتالي هناك تعاون واضح ومشترك وتداخل في الاهتمام بالجانب الصحي وعدم إهمال كل المتعلقات التي تهتم بها المجتمعات. هناك نقطة مهمة أحاول أن أبينها في هذه الدقائق الصغيرة، بأنه هناك جانب إيجابي وجانب سلبي لاستخدامات الطب الشعبي في كل المجتمعات، ولا يمكن أن يعني أي استخدام بدون أن نذكر هذه الجوانب. من أهم الإيجابيات التي يتميز بها الطب الشعبي أنه أولا دائما يكون متوفر بسعر مناسب جدا، وهذا ما يسهم في يعني اقتنائه والحصول عليه بسهولة وبيسر وبدون أي مشاكل. الجانب الثاني وهو نقطة مهمة، بأنه دائما هذا الاستخدام لا يترك آثار سلبية، وبالتالي ممكن أن يحقق نوع من الاطمئنانية والأمان للمستخدمين لهذا الطب. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، كثير من الوصفات الطبية التي ممكن أن يعني يستعين بها الناس هي تكون بصفة معينة ذات طابع كيميائي، وممكن أن يعني يكون مضاعفاته خطيرة على المجتمع. أما الوصفات الطبية التي تستخدم عند الأهالي
دائما الوصفات لا تخضع إلى الطبيب، إنما هي متداولة من بعض المجتمعات ومعروفة بقدمها وباستخداماتها وعمقها التاريخي، وبالتالي تجد أن هذه الوصفات هي وصفات قد يستخدمها أي إنسان بدون ما يرجع إلى الطبيب أو المختص في هذا المجال. النقطة المهمة والأخيرة في إيجابيات الطب الشعبي أنه يقدم علاجات في أكثر الأحيان فيها نوع من الجوانب الإيجابية من خلال وجود هذه الأعشاب المتوفرة في معظم البيوت، والحصول عليها يكون يعني متيسر ولا توجد مشكلة لدى معظم الناس، وبالتالي ممكن هذه الأدوية أو هذه الأعشاب تساهم في علاج أكثر من مرض وأكثر من حالة ممكن أن يعني يلمس المواطن نسبة الشفاء بشكل كبير في أكثر من الحالات التي درست أو التي تمت معالجتها بهذه الأدوية. أما السلبيات التي ممكن أن نبينها في هذا المجال، أن هذه الأدوية دائما الأعشاب فيها كثير من الجوانب يعني تكون غير مصفات، وفيها يعني تحسس كبير من خلال الرائحة التي تحملها، فالذي لديه تحسس أو يعاني من حساسية كبيرة ممكن أن تؤثر عليه وتجعله يشعر بمشكلة كبيرة في ضيق النفس أو ما شابه من هذه الجوانب. الجانب السلبي الآخر بأنه دائما هذه الأعشاب أو هذا الطب لا يقدم علاجات سريعة، تحتاج إلى نوع من الصبر وتحتاج إلى وقت طويل، وبالتالي نحتاج إلى أن يتحمل الإنسان فترة طويلة حتى يشعر بآثار العلاج أو الشفاء. أما النقطة الأخيرة للآثار السلبية لهذا المرض هو كيفية الاستخدام الذي قد يكون في مجمل الأحيان هو إيجابي ومطمئن، لكن في بعض الأحيان الزيادة في بعض الجرع قد يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة، وممكن أن تؤدي إلى أخطاء خطر واضح في الجسم بعد أن يعني عدم المعرفة بالكمية المناسبة التي ممكن أن يتناولها الإنسان. هذا ما يخص الجانب الإيجابي والسلبي في موضوع الطب الشعبي، وأيضا يمكن أن نوضح جانب آخر في هذا الموضوع بأنه كيفية فهم وعلاقة الطب الشعبي بالمجتمع من خلال تواجد المختصين والمهتمين بهذا الشأن في المجتمعات التي تحتاج هذا العلاج في أكثر الدول النامية والمجتمعات القروية والقبلية التي نلاحظ أن هذا الاستخدام ما زال هو السائد، وما زالت هناك كثير من المجتمعات تلجأ إلى هذه الاستخدامات، فنحاول أن نسلط الضوء على هذه المجتمعات ونحاول أن نتعاون مع المختصين في كل المجالات الطبية في بضرورة تقديم الخدمة المناسبة والعلاجات التي ممكن أن تحقق الشفاء لبعض الجماعات التي لا زالت تعتقد بأهمية الرجوع أو الاستخدام في علاج الطب الشعبي الذي أصبح حاليا ولديه مقبولية، كما يعني نلاحظ كثير من يعني المجتمعات بدأت تستعين بهذا الطب لأهميته ولنوع مهم أصبح هو يعني ينافس الطب الحديث في كثير من المجالات، ولا سيما في بعض الأمراض التي عجز الطب الحديث عن توفير العلاجات المناسبة لها، وبالتالي هناك تعاون دولي تعاون مجتمعي في هذا الجانب لفهم الأدوية الأكثر فائدة والأدوية الأكثر استخداما والتي ممكن أن تقدم العلاجات المناسبة للمجتمع. في الختام أشكر حسن الاستماع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.